of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. And to invite him to address the assembly. Shukran, Fakhamat al-Rais. I thank you, Mr. President. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God. Sayyid al-Rais. Mr. President. يسعدني بداية. At the outset. أن أقدم لكم. It gives me. خالص التهنئتي على توليكم رئاسة الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين وأن أعرب عن تقديري لجهود السيدة ماريس بيتوزا رئيسة الدورة السابقة السيدات والسادة يأتي جمعنا هذا العام في وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم ما يحتم علينا جميعا أن نفتح نقاشا معمقا حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة إعلاء للقيم السامية التي تم إنشاء المنظمة على أساسها من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولي عادل وفاعل قوام الحوار والتعاون وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل ومصر كعود مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي الذي نحظى هذا العام بشرف رئاسته وجامعة الدول العربية لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها في مواجهة أهم التحديات التي يشهدها عالمنا فاسمحوا لي من هذا المنبر المهم أن أستعرض تلك الرؤى والمساهمة السيد الرئيس إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول هو أمر حتمي وضمان فاعلية منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف وإن لمصر تجربة وطنية رائدة في هذا الشأن حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب أو عبر برنامج إصلاح اقتصادي هو الأكثر طموحا في تاريخها الحديث وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا وحظت بدعم الشعب المصري الذي كان له الفضل الأول في تحمل أعبائها وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح فاق المتوقع وأما على النطاق الإقليمي فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الإفريقي وبالمشاركة مع أشقائنا على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير والثقة في قدرتنا تسير قدما نحو الاندماج وإعلاء مصالح شعوبنا وتعزيزا لهذا التوجه فقد تم تدشين آلية جديدة في القاهرة لهذا الغرض هي مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية الذي سيركز على إعادة بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات ولا شك أنكم جميعا تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية من خلال دور إفريقي فاعل أثمر عن اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية ومن هنا أؤكد على أهمية رفع السودان
من قوائم الدول الراعية للإرهاب تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشهده هذا البلد الشقيق بما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية تلبية لآمال شعبه وأن يأخذ المكانة التي يستحقها دول الأسرة الدولية وارتباطا بمبدأ الملكية الوطنية فإن دول القارة على يقين تام بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها والحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية الأفريقية وتوفير التمويل والدعم السياسي وهي أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 ومن ثم أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا بأفضل وأيسر الشروط مؤكدا أن القارة الإفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمي ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية وأشير في هذا الإطار إلى مبادرة مصر بالدعوة لعقد النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في ديسمبر من العام الجاري بمدينة أسوان ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين من القادة السياسيين والمؤسسات التمويلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ. السيد الرئيس، إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة شرط ضروري لأي عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية والمثال الأبرز في هذا الشأن وأقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية. إن بقاء هذه القضية دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لا يعني فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وإنما يعني أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط. وأستطيع بضمير مطمئن أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر في السنوات الماضية من أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل وأن المبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة وأن الفرصة ما زالت سانحة لبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينيين وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى في واقع هذه المنطقة بل وبدون مبالغة في تاريخ النظام الدولي كله يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط قومها السلام والأمن والتعاون والمصلحة المشتركة. السيد الرئيس، إن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية هو أمر حتمي لنجاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف. ينطبق ذلك على الأزمة المرتدة التي يعيشها الشعب الليبي الشقيق الذي يعاني يوميا من ولايات النزاع المسلح الذي يستوجب إيقافه. فقد آن الأوان لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل كامل من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017 ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة وغياب الرقابة الشعبية من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبي على القرار السياسي والاقتصادي في ليبيا مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة ونأي بهذا الغار الشقيق عن فوضى الميليشيات والاستقطاع بأطراف خارجية داخلية وعلى غرار حتمية الحل الشامل للأزمة الليبية. إن الحل السياسي في سوريا بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سوريا منذ ثمانية أعوام. إن
Syria has been enduring for over 8 years. Egypt, while welcoming the announcement of the formation of the Constitutional Committee, nevertheless calls for the immediate commencement of its work without any delay as a fundamental step towards the realization of a comprehensive political settlement in accordance with Security Council Resolution 2254. This should be done in a manner that safeguards the unity and territorial integrity of Syria and its institutions. It eliminates terrorism and must put an end to the bloodshed. And in the same logic, I say that the time has come to take a decisive stand to end the protracted crisis in Yemen through the implementation of a political solution based on the well-known parameters. We need to end foreign interventions by non-Arab regional parties which seek to curtail Arab national security. We also need to address the unprecedented threats facing the Arabian Gulf region, including threats facing navigation, as well as recent attacks on oil installations in the Kingdom of Saudi Arabia. سيد الرئيس, Mr. President, ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك على أخطر تحديات العصر وهو الإرهاب. فقد طلبت مصر دائما اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب يقوم على ضرورة التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء. وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضرورة محاسبة داعمي الإرهاب بالمال أو السلاح أو بتوفير الملذات الآمنة أو المنابر الإعلامية أو التورط في تسهيل الانتقال والسفر الإرهابي. من هذا المنبر فإنني أكرر استعداد مصر بما لديها من خبرات في مكافحة الإرهاب بتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة, خاصة فيما يتعلق بالتصدي لأيديولوجيات الإرهاب. وأشدد في هذا الخصوص على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 المعني بتنفيذ الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي, وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية ولإعلاء قيم التسامح وتجديد الخطاب الديني. وفي سياق تطرقنا لمجلس الأمن فإنه يتعين علينا العمل بجدية وإصرار لمعالجة القصور القائم في تشكيل وعملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن, خاصة من خلال ضمان تحقيق التمثيل العادل والمتوازن في المجلس. وارتباطا بذلك وفيما يتعلق بقاراتنا الإفريقية فإنه تعين العمل على إزالة الظلم التاريخي الواقع علينا. وأؤكد تمسكنا بالموقف الإفريقي الموحد القائم على توافق أزوليني وإعلان سرت, مطالبا إياكم بتبني هذا الموقف العادل في إطار المفاوضات الحكومية ذات السابق. السيد الرئيس, إن مصر سعت على مدار عقود إلى تعزيز وتعميق تواصل التعاون مع شقيها من دول حقودنيه التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية, وتأكيدا لحثها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة عربت مصر عن تفاهمها لشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة, رغم عدم إدرائها لدراسات موافية حول أثر هذا المشروع البحر, بما يراعي عدم الإدرار بالمصالح المائية لدول المصاب ومنها مصر, بل وبادرت بطرح إبرام بطرح إبرام اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الموقع في خرطوم في مارس 2015, والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي من وتشغيل سد النهضة. إلا أنه ومع الأسف لم تؤدي هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة. وعلى الرغم من ذلك فإن مصر ما زالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل الأزهر في إثيوبيا والسودان ومصر. إن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار وكذا على التنمية في المنطقة العامة وفي مصر خاصة. فمع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية إن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود, وما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي للاطلاع بدور بناء يحث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة سعيا للتوصل لاتفاق مرضي للجميع. السيد الرئيس, ختاما, إن رسالة مصر اليوم تأتي بشكل دعوة للسعي لتحقيق السلام, دعوة
للعمل للعمل لصالح الإنسانية دعوة للتعاون والتفاهم المشترك دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعوة للإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لكل شعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the General Assembly, I wish to thank His Excellency President al-Sisi of the Arab Republic of Egypt for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the head of state.